مشاهدينا مستمعينا الاعزاء، ما زلنا متواصلين معكم بانطلاقه شوط ما قبل الختام، شوط الثالث عشر بتعداد الاشواط العامه، وبتواصل هذا المسلسل الجميل من انطلاقات سن الحيلي والزمول. اذا هنالك اسماء متواجده وشعارات منطلقة بهذا الشوط، هنالك الدوحة والغاضية وأيضا حفلة ومسكتة وراهية ومرموقة والذيبة ومزنة والشايبة والعبارة ومطراش والدوحة وغزلان والشبلة ودمعة وتشريف. هذه الأسماء سوف نشاهدها بمنافسة أو تتنافس في هذا الشوط وبهذه الانطلاقة مع تواصل هذه الانطلاقة الجميلة. إذن أول المراكز شعار بن حلفان يتواجد مع القيادة برفقة الدوحة، سالم بن علي بن حلفان المري مع المركز الأول، ولكن أرى الغاضية من تسللت إلى الصدارة لسالم بن جبران المري، والدوحة تبقت على ثاني المراكز، سالم بن علي بن حلفان المري والمركز الثالث. هنالك التواجد من قبل دمعة لناصر بن سالم بن فهيد المكسور المري والمركز الرابع، وتابع شعار مهرجان وأيضا شعار الشروق من يتواجد على المركز الرابع بانطلاقة هنالك تشريف لمعجب بن سعيد الأجبع الخيارين مع المركز الرابع. خامس المراكز هنالك التواجد من قبل المركز الخامس من تتواجد بهذه اللحظات راهية لحمد بن جرحب المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة بهذه الانطلاقة الجميلة مع هذه المنافسة الرائعة ما بين المركزين الأول والثاني، ما بين الغاضية والدوحة والدوحة والغاضية. إذن الدوحة الأول المراكز حامل الرقم واحد وتتواجد على المركز الأول، سالم بن علي بن حلفان المري يقدم لنا الدوحة ويتمنى محالفة الناموس بانطلاقة هذا الاسم الكبير. المركز الثاني تتواجد الغاضية لسالم بن جبران المري، وغيرت الغاضية وانطلقت مع أول المراكز ما بين هنالك الدوحة والغاضية ذا المقدمة والصدارة. المركز الثالث تتواجد بهذه اللحظات دمعة لناصر بن سالم بن فهيد المكسور المري. هذه الثلاث المراكز المتقدمة تنطلق بمباعدة عن بقية اللجنة المشاركة والمتواجدة. رابعا أتابع هنالك التواجد من تشريف لمعجب سعيد الأجبع الخيارين، يقدم لنا تشريف مع هذه الانطلاقة الشريفة من رياضة الآباء والأجداد، رياضة الماضي والحاضر. المركز الخامس تتواجد هنالك الراهية بانطلاقتها الراهية لحمد بن جرحب المري، ومبارك بن عامر الكاسبي بعملية التضمير. هذه إذن مع المركز الخامس تتواجد الراهية. نترقب جديد الأسماء بتواجد الأسماء المتواجدة والمشاركة بهذا الشوط، ولكن نشاهد هنالك الصدارة والمقدمة ما بين المنافسة ما بين الدوحة والغاضية والتواجد الاسمين المتواجدة على المركز الأول. نذكر بصاحبة أفضل توقيت زمني، ما زالت توقيت برفقة نوايا من قدمت لنا النوايا الحميدة كما نوت بتحطيم التوقيت الزمني 9:30 40 جزء من الثانية، توقيت مميز. ونوايا مملوكة لعلي بن حمد بن راشد بن مقارح المري، نشاهدها على أسفل الشاشة صاحبة أفضل توقيت عبر القناة الريان الفضائية. نشاهد نوايا بتسجيل التوقيت الأفضل والأميز في هذه الانطلاقة لهذه الفترة الصباحية ولهذا السن. نتواصل ونعود بحضراتكم إلى عمر هذا الميدان وإلى عمر هذا الشوط وانطلاقة الغاضية من تتواجد على الصدارة لسالم بن جبران المري مع المقدمة والصدارة. هذه الغاضية مع الصدارة والمقدمة تسيطر وتحكم القبض على المركز الأول. ثاني المراكز تتواجد الدوحة مع الروحة الجميلة برفقة الغاضية، الدوحة المملوكة سالم بن علي بن حلفان المري. ثالث المراكز هذا المركز المتميز دمعة لناصر بن سالم بن فهيد المكسور
البر يقدم لنا هذه الدمعة الغالية الثمينة المنطلقة مع ثالث المراكز. المركز الرابع تتواجد تشريف وخطيرة بدورها وبانطلاقتها. أحذركم من تواجد هذا الشعار، شعار معجب سعيد الأجبع الخيري من سجل نقطتين في هذه الفترة الصباحية ويود تسجيل النقطة الثالثة بهذه الانطلاقة الجميلة وبهذا التواصل الجميل. خامس المراكز هنالك التواجد من قبل راهية لحمد بن جرحب المري وبرفقة المضمر مبارك بن عامر الكاسبي مع المركز الخامس. ولكن نعود مع تقلص الأمتار ومع أيضا تقلص أمتار هذا الشوط وتواجد القافية على الصدارة، ما زالت مسيطرة ومتحملة المسؤولية مع انطلاق المقدمة ومع انطلاق الصدارة. ما زالت الأمور هادية وما زال هذا الشوط هادئ بانطلاقة وبتواجد هذه الانطلاقة الجميلة. إذا القافية على المركز الأول مملوك لسالم بن جبران المري، المركز الثاني هنالك الدوحة أيضا لسالم بن علي بن حلفان المري، مسالمة ما بين سالم بن جبران وسالم أيضا بن حلفان مع أول المراكز وثاني المراكز. ثالث المراكز بدأت تقترب تشريف وتتسلل من مركز إلى مركز. معجب سعيد الأجبع الخيرين يقدم لنا تشريف بهذا الشوط المركز الرابع. أتابع هنالك دمعة لناصر بن سالم بن فهد المكسور المري. خامسا أشاهد هنالك التواجد من قبل مطراش، وصلت مطراش مرحبا بشعار بن فراج. من وصل بهذه اللحظات بشعار الطايف أو هذاك الطايف بشعار شقيقه سعود بن فراج المري، وهذه مطراش بمسمى حسين بن فراج المري، جميعهم أبناء علي بن فراج المري تنافسون بتقديم لنا كل جديد مع هذه الرياضة وهذه الانطلاقة الجميلة. وشاهد هنالك الانطلاق مع المركز الخامس مرموقة لغانم بن منصور بن غانم أسيف الخيري لأول ندى. وهنالك أيضا قدوم الشعارات والأسماء التي وصلت بهذه اللحظات. إذا احلوت المنافسة بارتفاع درجة حرارة هذا الشوط وبتواجد هذه الأسماء المميزة والشعارات الجميلة المنطلقة. بن حلفان شعار على الصدارة على أول المراكز، أو تغيرت الأمور برفقة تشريف أو هنالك القافية الدوحة أو القافية. إذا الدوحة لسالم بن علي بن حلفان المري على المركز الأول. افتتحت الكيلومتر الأخير، ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. الدوحة إذا على الصدارة، سالم بن علي بن حلفان المري يريد محالفة الناموس، ولكن يا بن حلفان أشاهد هنالك تشريف من انطلقت إلى الصدارة. معجب سعيد الأجبع الخيرين يقدم لنا تشريف مع الصدارة، يقدم لنا هذا الشعار الجميل الذي تواجد بقوة في هذه الفترة الصباحية. ثاني المراكز الدوحة سالم بن علي بن حلفان المري، القاضي على المركز الثالث سالم بن جبران المري. هذه ثلاثة المراكز المتقدمة الثلاث اللي يزين بملقة مع انطلاقة هنالك تشريف مع الصدارة. تشريف انطلقت مع المركز الأول، تقدم لنا هذا الانطلاق المميز وهذا السيناريو الجميل كما قدم لنا مهرجان وأيضا كما قدم لنا شروق مع الشوط الذي انقضى قبل قليل. ولكن القافية وسالم بن جبران المري يقدم الخطورة المنافسة مع المركز الثالث وأيضا تشريف على الصدارة. نهني مالك تشريف معجب سعيد الأجبع الخيرين من ذهب وسجل النقطة الثالثة في هذه الفترة الصباحية برفقة تشريف وأيضا شروق وأيضا مهرجان المراكز. كان الوصول من قبل القافية لسالم بن جبران المري المركز الثالث. الدوحة لسالم بن علي بن حلفان ثالث المراكز. كان الوصول من قبل الشبلة لمحمد بن سالم النابت المري المركز الخامس. كان الوصول من قبل قزلان لمتعب بن طالب بن شريم المري. نعود بحضراتكم للتوقيت الزمني، لحظة وصول التشريف لخط النهاية 9 دقائق بلا شك 37 ثانية 78 جزء من الثانية. الثاني التبركات لمعجب بن سعيد الأجبع الخيري المركز الثاني. كان الوصول من قبل القافية 9 دقائق 38 62 جزء من الثانية. الثاني التبركات لسالم بن جبران المري المركز الثالث. إذن ثالث المراكز كان الوصول من قبل الدوحة توقيتها الزمني
تسع دقائق 45 ثانية 84 جزء من الثانية. التهاني التبريكات لمالك الدوحة سالم بن علي بن حلفان المري.